ميكرو فريد على قناة أنفاس بريس كما العادة، كل إعادة فيها إفادة. خرجنا للشارع المغربي باش غنسولوا المواطنين على الخروج الإعلامي ديال وزير العدل، قال بأنه لاباس عليه كيقري ولده في كندا. كنشوفوا جميع المسؤولين وجميع الوزارة أنهم كيقري ولادهم على برا، الكونت بونكير على برا، المشاريع على برا، الكونجي على برا. أشنو الدور ديالهم في المغرب؟ واش كيستافدوا منهم المواطنين المغاربة؟ بغيتوا تعرفوا الرأي ديال المواطنين؟ أجيو معايا. خويا على إطار الخروج الإعلامي ديال وزير العدل، يعني قال بأنه هو لاباس عليه وكيقري ولده برا، دابا عندنا شي وزارة ومسؤولين يعني كيقريو ولادهم برا، التطبيب على برا، المشاريع ديالهم على برا، الكونت ديالهم على برا، يعني كلشي على برا. أش بان لك في هذا الشيء؟ وأنا اللي بان لي على برا هو الشعب، حيت حنا اللي على برا. أنت ملي كتقول وزير العدل، فين هو العدل؟ العدل هو كلشي ياخذ حقه. العدل هو اللي يستاهل شي منصب يكون فيه العدل، هو منين تدخل واحد الكونكور أو الامتحان بصفة عامة في أي مجال يكون عندك حق بأنك تدخل وما تخافش بأنك تضيع تقصى. والدور الوحيد ديالهم هنا في المغرب والحاجة اللي كيعرفوا فيها المغرب هي جميع الفلوس ويهزوا الميزانيات ديال المشاريع ويقووا الأرصدة ديالهم ويعلقوا من المغرب وينساو الشعب اللي كيعاني وكل واحد ما كياخذش حقه، ولكن الحق كيبقى عند الله. مهجر حيت تيبغيو يديو شويه الفلوس باش يعيشوا الحياه على برا ويعيشوا حياتهم. ملي كيديو الفلوس مالا كتمشي كيصوتوا عليه بالمغاربه، كيديو من الميزانيه، كيوافقوا من ميزانيه المغاربه وصافي باش يعيشوا الحياه، باش يعيشوا الحياه المغاربه في حياه مزريه، لا علاقه بال لا بالاسره ديالو ولا بالتفاهم مع اولادهم لا والو. تمشوا لبرا سيروا، خلوا لنا نتاعنا وكل شيء ديالنا خليوه، حتى شي حاجه ما تكلفكم تديو لنا حاجه. شنو فيه بعدا؟ الا بغاو يمشيو لبرا الله يعاونهم، ما يقراو ولادهم برا الله يعاونهم. حنا احترامات للوزاره واحترامات الحكومه كامله، اللي بغى يدير شي حاجه يديرها، ولكن هذه البلاد هي اللي ولا يباليو بها. هذه البلاد ناقصها بزاف د الحوايج، وكنهديهم الله ومن الله سبحانه وتعالى وجلاله الملك، جلاله الملك ادير مجهود مسكين، الله ينصرو في وفهاد المرمى الله ينصرو ويزيد يزيد يزيد الصحه ديالو. دابا واش يعني واش البلاد كتستافد منهم ولا هما اللي مستافدين من البلاد؟ كنستافدوا منهم والو خويا، دابا عليك كنستافدوا، حنا عايشين، حنا ما قراناش غينقصوا لنا، هما يعيشوا براسهم، شغلهم هذوك المناصب ديالهم هذوك، حنا حيت حنا وصلناهم لذوك المناصب الله يسهل عليهم. البلاد قال لك البلاد ديالنا المغرب راه كنز كبير، فيه 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 شباب غيعطي من هنا قدام، غادي يعطي واحد شي حاجه للمغرب ان شاء الله. غادي حنا ما حنا الحمد لله عشنا، دابا الشباب اللي جاي هو اللي خصو يعيش شويه، وتيجي لهنا المغرب تيجمع ديك الحصيصه ديك البركه اللي قسم الله وتيمشي تيعيش هو الحياه ديالو خويا على برا. حيتاش راه حاجه باينه ديك، راه كون كان هو باغي يخدم البلاد راه غادي يدير كلشي في بلادو هنا، والبلاد عندنا حنا زوينه الحمد لله راه ماشي خايبه، ولكن اللي مسيرين هالي خايبين، واش فهمتيني؟ هذا هو المشكل اللي عندنا في البلاد اخويا، يعني الحق ما كاينش، كل واحد ما تياخذش حقه. يعني تبغي تخدم ولد فلان، بغيت تقرا ولد فلان، بغيت دير شي حاجه ولد فلان، باك ما عندوش، امك ما عندهاش مسكينه. ها حنا دابا شباب قرينا بدبلوماتنا بيرميات ديالنا الحمد لله بخير وعلى خير، يعني واعيين في دماغنا، ولكن اللي غادي يد المساعده ما كاينش. الخدمه والو، الخدمه والو اخويا. تشعي بعض المسؤولين وبعض الوزاره كيقريو ولادهم برا، المشاريع برا، شنو الدور ديالهم في المغرب؟ الدور ديالهم الربح ليهم همايا في الخارج والربح ليهم هنا في المغرب، هادشي اللي كاين كلشي مسهل عليهم، لا على برا ولا لا هنا. اما ولاد الشعب اللي يقلب ويش قلب بكل تواضع، بكل تواضع.